إزاي الدولار هيوصل 35 جنيه في 2024؟ إيه اللي الحكومة ناوية تعمله علشان تدعم الجنيه الفترة اللي جاية؟ إجراءات مهمة جداً، لو اتنفذت مصر هتروح في حتة تانية خالص. خليكم معانا وإحنا نقول لكم إيه الحكاية بالظبط. زي ما احنا عارفين، البنك المركزي خد قرار مهم جدا يوم 6 مارس اللي فات، وهو تعويم الجنيه أو تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفايدة ل 600 نقطة أساس، واستقر بعدها سعر الدولار وسجل الفترة دي في حدود 47 جنيه، ودي نسبة ما كانتش قليلة، والاجتماع اللي حصل وقتها كان استثنائي، وده خلى ناس كتير تسأل عن إيه توقعات الدولار الفترة اللي جاية، واحنا ممكن نشوف سعر فعلا دولار اقل من 40 جنيه، وايه اللي الحكومه لازم تعمله علشان تحجم ارتفاعات الدولار الفتره اللي جايه. السؤال ده جاوب عليه الاعلامي احمد يعقوب، وقال ان الحكومه في ايديها فرصه ذهبيه، لو استغلتها هتقدر انها تعدي مصر في اهم فتره في تاريخ الدوله المصريه. وفي البدايه الكل اشاد بقرار البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف، ودي فرصه قويه جدا لجذب الاستثمارات وعوده ثقه المستثمرين تاني للدوله المصريه. ده غير كمان الاتفاقيات اللي عملتها الحكومه مع كبرى الشركات والمؤسسات الدوليه، واللي دخلت استثمارات للبلد عدت قيمتها ال 55 مليار دولار، ودي كانت فرصه كويسه جدا تساعدنا في حل ازمه نقص السيوله الدولاريه في مصر. طيب هو ايه المطلوب من الحكومه الفتره اللي جايه؟ شوف يا سيدي، الفترة اللي جاية مطلوب من الحكومة انها تركز على قطاعات مهمة جدا بتمتلك فيها مصر قدرات كبيرة جدا، زي الانتاج الزراعي ورفع انتاجية المحاصيل الزراعية والتوسع الرأسي وزيادة الرقعة الزراعية في مصر ل 20 مليون فدان، وده مهم جدا لدعم الاقتصاد المصري. كمان مطلوب منها تركز على صناعات معينة زي الصناعات النسيجية وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. وفي نفس الوقت الإعلامي أحمد يعقوب شايف إن مصر قادرة إنها تكون من أهم 5 دول في جذب السياحة في العالم، وتقدر توصل لإيرادات 50 مليار دولار سنوياً، برؤية شاملة لرفع الوعي بالتعامل مع السياح والترويج لكافة أشكال الجذب السياحي لمصر. ولو حصل فعلاً وقدرت الحكومة تزود التدفقات الدولارية عن طريق رفع الإنتاجية في قطاعات الاقتصاد الحقيقي من زراعة وصناعة وطاقة وسياحة وتصدير، هنلاقي إن سعر الدولار هيقل تدريجياً لحد ما يسجل أقل من 35 جنيه. وعلى فكرة ده مش بس كلام خبراء مصريين، دي كمان توقعات المؤسسات الدولية اللي كلها بتأكد إن الدولار في طريقه للانخفاض والجنيه موقفه هيتحسن، وده بعد ما معظم المؤسسات دي كانت بتشكك في استقرار سعر الصرف وبتأكد ارتفاع سعر الدولار في مصر. بدأنا نشوف توقعات إيجابية رجعت ثقة المستثمرين مرة تانية في الاقتصاد المصري، ومعظم المؤسسات والبنوك الدولية توقعت انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ما بين 42 و45 جنيه في نهاية السنة دي. من ضمن المؤسسات دي هو بنك HSBC اللي قال إنه بيتوقع إن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لازم يكون في حدود ال 40 و45 جنيه في نهاية 2024. قول لنا بقى توقعاتك إيه لسعر الصرف الفترة اللي جاية، وهل شايف فعلا إن الدولار ممكن ينزل ل 35 جنيه؟